أخي العربي أخي المسلم في حملة تبرعات لإخواننا في حزب الله، مش فلوس، كعل أسباب. أخوك اللبناني بحاجة كل كعلة في الوطن العربي، كعلة واحدة تكفيك. أخي في دمار، لا مسحب دمار، لا تتبرع، وش الكعلة حقكم تكفينا حياة. تخيل واحد ما قدش يتبرع بكعلة لبيروت، شمت بمشمات، فأنتم معفيين. الكعلة حقهم مع خارجنا شحنا لها الطريق. المطاوعة ما مطاوعة ولا تتبرع، الكحل حقكم مستهلكات كعلة المطوع ساع بنت المسحق البلدي. احنا طبعا ما نشمتش باخواننا في حزب الله، احنا فريعين. بيروت تستغيث خزا، اللوحات كلها كعلة كبيرات تقيك ذنوب كثيرة، كعلة صغيرة الله والخاتمة حسن زميرة. قلنا لك ما تراد إلا مقرنة، يعني الآن جنوب لبنان بحاجة 86,000 كعلة، من اللي ندي لهم؟ بصروا حق كباش، حق غنم. الحين بلبنان النظرة الشرعية للمرأة ما عادش للرجل، يصير أي واحد من جنوب لبنان يخطب تقول المرأة كذا بصر، ما بش أمان. يعني لو تزيد إسرائيل تفعل 3 تفجيرات من هذه حق البيرات، 6 شهور وجنوب لبنان كله مخانيث. أصبحوا مسخرة. حسن نصر الله، أما أنا قد ضحكت لما اشترقت. لا ترجعوا يا أصحاب دمار تجينا وتروح تقول تفعلك على جارية سام صدقة جارية، ما ينفعش. لأنه اللبناني متعود يأكل زيتون وجبنة بالصبح، ها، وفشدق تدالو كعلات ما قدشي.